أكيد سلمى، وصلنا لمساحتنا الطبية اليوم. رح ننتقل ونحكي أكيد عن العين يلي لها خصوصيتها بالتعامل، وخصوصية مميزة طبعا عن سائر أعضاء الجسد، فهي الأكثر رقة وحساسية سواء من الجانب التشريحي الوظيفي، وبالمقابل فإن هناك قائمة طويلة من أمراض العيون وتحسساتها. أكيد فرح اليوم مع تغير الفصول وانتقالنا من فصل لآخر بيكون في أثر كبير بهذا التغير على الحساسية. لنحكي أكثر عن هالموضوع بصرنا نستضيف معنا اليوم الدكتور مجد عواد، اختصاصي بأمراض العيون وجراحتها. صباح الخير، يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك دكتور. يعني اليوم عم نحكي نحن عن العين بالبداية قبل ما نفوت بالأمراض سلمى وبتحسساتها، بدنا نحكي قد هي فعلا عضو حساس ومميز عن باقي أعضاء الجسم. العين هي طبعا من أهم الأعضاء بالجسم، هي عضو حساس كتير وبنيته معقدة ومركبة ومسؤولة عن أهم حاسة هي حاسة البصر. هالعين هي اللي نقدر نحميها من العوامل الخارجية، وطبقة الدمع كمان مسؤولة عن حماية العين، والأشفان المسؤولة عن حماية العين وتكون في عوامل خارجية. هلأ أي التهاب بهالتراكيب هي اللي بتحمي العين بسبب تحسسي أو جرثومي أو فيروسي بسبب التهاب ملتحمة أو التهاب أشفان. هالالتهاب ببلش عن طريق احمرار بالعين واحتقان بالأوعية الدموية اللي بتمشي ضمن الملتحمة. هالاحتقان هاد بيؤدي لاحمرار وممكن يصير في حكة، وبصير خاصة إذا عم نحكي هلا على الحالة التحسسية بصير في إفراز مادة اسمها مادة الهيستامين. هالمادة هي بتزيد الحساسية وتسبب الحكة، هاد بصير بنسميه التهاب ملتحمة تحسسي. هلا التهاب ملتحمة تحسسي له كتير أنواع، واكثر شيء بيتاثر بفتره الخريف وفتره الربيع. تماما. يعني دكتور مثل ما حكيت حضرتك، نحن قلنا بمقدمه حديثنا انه في انواع من التحسس بتصيب العين خلال فتره الانتقال من فصل لفصل، هل هالشيء ممكن نلاقيه شائع عند كل الناس، ولا في ناس عرضه اكثر من ناس للاصابه بهي انواع الحساسيه؟ شو مسبباتها بالعموم؟ تمام. هلا هون ندخل بانواع التهاب الملتحمه التحسسي. هلا في الالتهاب الاشع هو الالتهاب الحاد الموسمي اللي بصير فتره الربيع او الخريف نتيجه تعرض اكثر شيء لغبار الطلع، بترافق كثير مع التهاب الانف التحسسي. هذا بصيب كل الاعمار بس خصوصا الاطفال. بصير في احمرار وحكه وحساسيه للضوء، وبصير في سيلان دمع وتوزمه. السبب له اكثر شيء مثل ما قلنا غبار الطلع، على العوامل الجوية، الهواء الملوث، كل هالأسباب هي بتسببها، وأكثر شيء بتصير بالربيع والخريف. الالتهاب الثاني بصير التهاب الملتحمة التحسسي المزمن السنوي اللي بصير على مدار السنة، خاصة اللي بيكون مثلا قاعد بجو مغلق، في غبرة بالأوضة، في إذا في حيوانات منزلية، الوبر تبع الحيوانات المنزلية، العس تبع الفرشة المخدة، إذا في مواد كيماوية بغرفة، يعني بالشغل عنده بالغرفة جوا في مواد كيماوية، في دخنة طول الوقت، هذا بصير التهاب مزمن على مدار السنة، بيخف وبيزيد حسب العوامل المحسسة له. الالتهاب الثالث هون بصير، هدول الالتهابات أول اثنين هدول الالتهابات اللي بصيروا عند نسبة كبيرة من العالم وعلاجهم سهل. بعدين ندخل بالالتهابات اللي لها تأثيرات أكثر على العين وأخطر، مثل التهاب القرنية والملتحم الربيعي اللي بنسميه الرمد الربيعي. هذا بيصير اكثر عند الاطفال الصغار من سنتين لعشر سنين، وبيكون عند الذكور اكثر من الاناث، وبيكون في ارضيه تحسسيه، يعني في سبب موجود بالجسم اصلا، وبيكون في نسبه وراثيه كمان. هذا بيصير التهاب تحسسي حاد، بيصير في حليمات كبيره تحت الجفن، بتصير بتحك بالقرنيه، بتسبب حكه وحسه وحكه واحمرار، وبصير في الم، وإذا تطورت وما كانت تعالج منيح ممكن تسبب لك قرحة قرنية وبسبب استيغماتيزم تأثير على الرؤية. الالتهاب الرابع كمان التحسسي كمان الخطر بيكون التهاب القرنية والملتحمة التأتوبي، هذا بنسميه أتوبيك ديرماتيتس، بترافق مع التهاب جلد تأتوبي يعني مثل أكزيما، كمان بيكون في أرضية تحسسية عند الشخص، بتصيب الأعمار الأكبر من 30 ل 40 سنة، كمان بتسبب نفس الأعراض بس كمان ممكن تسبب التهاب قرنية. والالتهاب كمان في التهابات تحسسية أخرى مثل التهاب التحسسي اللي مسميه الحليمات العرطلة اللي بحطوا لانسز عدسات لاصقة، كمان بصير في عندهم حساسية. ممكن التهاب الملتحمة الكونتاكت التماسي، البنات الصبايا بحطوا مكياج كتير،
اول ما يفوت شويه مكياج جوا راسا العين بتتحسس وبتدافع عن حالها وبصير في التهاب تحسسي. نعم. هلا العلاج لكل هدول هذا العلاج الاهم والاساسي هو ابعاد العامل المسبب، يعني العامل المؤرج او المحسس نحن نبعد عنه. بعدين وقت نعالج هالشيء او اذا ما قدرنا نعالجه نحن نعالج الاعراض. الاعراض عن طريق نحن ماده الهيستامين اللي بتنفرز من العين للدافع عن حالها وتسبب الحساسيه، نحن بناخذ مثبطات للهيستامين عن طريق قطره او عن طريق حب عن طريق الفم، بالاضافه لمضادات الاحتقان، والاهم شيء دائما نغسل عيننا بمي بارده او بقطره ترطيب للعين مشان نحن نحاول نغسل نشطف هالماده المحسسه من العين. نعم. يعني دكتور قبل ما نفوت بالعلاج ونحكي عن هي التفاصيل، كثير من الناس بتسال انا كيف بقدر احمي عيوني قبل ما فعلا نفوت بهي التحسسات وهذا الجو المتقلب اللي كلياته غبره وحراره يمكن اوقات كثير مرتفعه كمان بتاثر على العين، فشو هي نصائحك ان كان بالحراره العاليه او حتى بهذا الانتقال لفصل الخريف اللي هو مزعج عند كثير من الاشخاص؟ هلا الوقايه اهم شيء نحن حسب كل شخص شو بتحسس، بس بشكل عام الوقايه لازم تكون دائما نحن نبتعد عن اذا كنا نعاني من مشكله تحسسيه خصوصي اوت دور يعني بالخارج، نبعد دائما عن المناطق اللي فيها مثل هلا نحن قاعدين هون في حشيش في شجر، نبتعد عن نحط نظارات شمسيه، نغسل عيوننا دائما بمي بارده، إذا كان في تحسس داخل البيت كمان نحاول دائما نفتح الشبابيك ننظف البيت ما يكون في غبرة، إذا في حيوانات جوات البيت نخليها برات البيت، إذا متحسس عن نوع من الشامبوان أو الصابون أو المكياج كمان نحاول ما ندخلهم جوات عيوننا، إذا في تحسس على المكياج كمان نحاول نخفف المكياج ما يفوت جوات العين، إذا في عدسات لاصقة ما نلبسها أكثر من 4 ساعات نشلحها بالليل. هلا نحن هاي نساوي الوقايه لنا، وقت نساوي الوقايه ويضل في اعراض وفي علامات وفي تحسس عم يتضايق نحن بنلجا للطبيب، الطبيب عن طريق الفحص والاعراض اللي بشوفها بيعطينا قطرات خصوصي للعلاج. ونستمر عليه. هلا مشكله التحسس انه مشكله مزمنه، يعني نحن بنعالج حالنا السنه بنلاقي حالنا السنه الثانيه ممكن نرجع نتعرض لنفس الشيء، فدائما بدها وقايه بشكل مستمر. وبالحالات الوقت تزيد حالات الشديده وما نقدر نسيطر عليها بنلجأ للطبيب ليعطينا العلاج المناسب. اكيد. طيب دكتور، بعض الحالات بتتعدى مجال الحساسيه او الاحمرار والتهيج وهي الاعراض اللي حكينا عنها، بنلاقي اوقات بيطلع مثل جنجل او بسموه كيس او كيسات حتى دهنيه صغيره، يعني بيكون في بقى معالجتها هون بتختلف يمكن او اسبابها بتختلف ولا منشأة كمان الحساسيه؟ تمام. هلا نحن المنشأ التحسسي ببلش بالتهاب ملتحمه تحسسي، بس نحن اذا ما عالجنا عن طريق الفرك فتره طويله الحكه إذا إيدينا منضاف ممكن يصير التهاب جرثومي، ممكن يصير التهاب فيروسي، ممكن التحسس عند الأطفال الصغار إذا فترة طويلة مثل ما قلنا الرمد الربيعي ما عالجناه يسبب التهاب قرنية، قرحات بالقرنية، ممكن مثل ما حكيتي حضرتك إذا كان في جنجل هاد بترافق التهاب ملتحمة وجفن، يعني الأجفان والملتحمة مع بعض بتلتهب، بصير في عنا بردة بنسميها جنجل. عدم الوقاية وعدم العلاج بصير بتحول لالتهابات أخرى، بصير بدها علاج كمان بالأنتيبيوتيك والعلاجات الثانية. أوقات في منها جراحي، يعني أوقات في ناس بتضطر تعمل عملية لإزالة جنجل ما عم بيطيب أو ما عم بيروح بالدواء. تمام. هي وقت ما يكون في علاج مبكر ونستنى عليه فترة طويلة نجي بعد شهر يكون عنا مشكلة وما عالجناها اضطر الطبيب وقتها للعلاج الجراحي. حتى عند الأطفال الصغار رمد الربيعي إذا ما تعالجوا كمان ممكن هالجريبات اللي تحت الملتحمة نحن نشقها جراحيا وننظفها. دائما الاهمال وعدم يعني واحد بيترك المشكله تبعه لاخر شيء وما بيعالجها بصير اخر شيء نضطر للعلاج الجراحي لها. دكتور قبل ما نوصل لهي المرحله، لما اي شخص مننا بحس شوي انه هو فعلا مضايق شوي من العين رغم انه التحسس بعده ببدايته، فشو بتنصحه انت وهو بالبيت يتصرف خلينا نقول مراحل اوليه لحتى ما يضطر انه يروح على الدكتور تكون حالته الصحيه مثلا متفاقمه او بده لسه علاج اكثر؟ تمام. هلا وقت يكون هو حاسس باول عرض اهم شيء هو حكه العين، يكون حاسس بحكه او حكه بزاويه العين، في احمرار بالعين طبعا بدون ما يكون عنده مشاكل صحيه ثانيه، يعني ضغط جسم او اكل رد على العين او عنده التهابات سابقه بالعين وما في تدني بالرؤيه البصريه، هذا غالبا بيكون سبب تحسسي. وقت يكون سبب تحسسي هو فينه بالبيت عن طريق كمادات مي بارده مثل ما قلنا، غسيل العين بشكل دائم، يبعد كل الاسباب اللي ممكن تسبب تحسس، يضل غرفه البيت نظيفه ويطلع لبرا يحط نظاره. اذا لانه الاعراض تحسنت وخفت اوكي، اما اذا ضل الاحمرار موجود والحكه موجوده
وبلش يحس انه في تاثير على الرؤيه، وقتها لازم يراجع الطبيب راسا ليعطي العلاج المناسب. طيب دكتور، كمان اوقات بنشوف حالات من الناس اللي اول ما بيصيبوا شويه حكه او شيء بينزل هو على الصيدلاني بياخذ كريم معروف، يعني مشان ما نقول اسم طبي، انه هذا علاج بحطه بقلب العين خلص طبط انا. قد ايه بيصير في يمكن اثار جانبيه مع الوقت؟ لانه ممكن هاي الحساسيه مثل ما قلت يكون مانا عرض عادي، ممكن عم بتدل على مرض ثاني. قد ايه اجاك حالات متراعه بسبب هذا العلاج السريع اللي بياخذه؟ هي المشكله الاساسيه اللي بنعاني منها الاطباء، هي لانه الصيدلي هو بيعطي الدواء للمريض بدون ما يعرف شو المشكله. بيكون غير حاله وبيعطيه الاطراد، خصوصي اذا اعطى مثلا اطراد كورتيزون. اطراد كورتيزون اعطاها لمريض واستعملها لفتره طويله ممكن تسبب ارتفاع بضغط العين، جلوكوما ازرق، ممكن تسبب كاتراكت، مي بيضه بالعين، لها تاثيرات كثير خطيره، يعني ممنوع اعطاها بدون وصفه طبيه. او كثير بنلاقي صبايا بياخذوا من عند الصيدلي قطره اللي بتبيض العين. تماما، هي كثير مضاد الاحتقان مقبه دوائيه، هي كمان ممنوع تستعمل لفتره طويله، لانه نحن كيف نعرف انه العين ملتهبه؟ تحمر العين، تحتقن الاوعيه بتحمر، نعرف انه العين ملتهبه. اذا انت عم تاخذي مقبه دوائيه فتره طويله ممكن تكون عم تلتهب عينك وعم بتطور المرض ونحن مو عارفين، لا انت عارفان ولا الطبيب عارفان. الاطراد اللي بتبيض العين ممنوع، غير انه كمان هي مقبه دوائيه ممكن ترفع ضغط الجسم اذا واحد عنده مشاكل. فمشان هيك يعني اذا بدنا ناخذ شيء مع الصيدلي هو بس قطره مرطبه وقطره تنظيف للعين اللي هي عباره عن دمع صناعي فقط، يعني مي وملح ترطيب للعين، هي بنغسل عيننا فيها. اما غير هيك ما لازم ناخذ ولا قطره من الصيدلي، وممنوع الصيدلي اصلا يعطي دواء بدون وصفه طبيه. يعني دكتور حكينا لو انه اشاره هي سريعه فعلا لبعض الصبايا اللي بهمهم كثير الناحيه الجماليه، ولكن بالمقابل هي الاثر كثير كبيره وسلبيه على العين، مثل هي القطره اللي كنا عم نحكي عنها اليوم. شو لسه في شيء تجاري، شيء تجميلي فعلا عم ياخذوه البنات والصبايا بدون ما يكون في اي تفكير او وعي لهذا الجانب؟ هلا هي القطرة المقبض لوية المبيض، يعني اللي بتبيض العين مثل ما بيقولوا الصبايا، هي اخطر شيء. هلا اذا استعملتها مره مرتين، يعني بالاسبوع مره او مرتين ما في مشكله، بس استعمال الدوري لها مؤذي وممكن يرفع ضغط العين كمان. الشيء الثاني اللانسز، العدسات اللاصقه، هي اكثر شيء خطوره كمان اذا ما كان في نظافه لها. دائما نقيمها قبل ما ننام بالليل، ما نستعملها اكثر من 6 ساعات، نغسل ايدينا قبل ما نقيمها ونحطها، يكون في علبه لها في السائل المعقم، دائما لازم تتبدل ما تضل فتره طويله، لانه اي التهاب بيصير التهاب قرنيه تحت العدسه اللاصقه هذا يعني 90% بيؤدي لخراج قرنيه وعلاجه بيكون كثير صعب. هدول الشغلتين اكثر شغلتين، غير انه المكياج اللاينر وتدخل المكياج جوات العين. هلا هي مشكله بسيطه بس هي بتسبب التهاب تحسسي وندخل بمشاكل بالعين. خلينا نقول يمكن النظافه هي رقم واحد، وانه ما نركض دائما نحن انه ماركات تجاريه او شيء معروف او مثل ما بيسوقوا له كثير من العالم، يعني هذا اهم شيء. هلا الدارج اكثر شيء حاليا الصبايا اللي بدهم يغيروا لون عيونهم. ايه كمان سمعنا فيها هي دكتور. شو بدها صحتها؟ بس كثير لها تاثيرات خطيره هي، وممكن واحد يعني يدخل مشاكل كثير بالعين وتغيب الرؤيه بسبب هالمشكله هي. ولا نحن حاليا بسوريا ما حدا عم بيساويها، يعني بس برا عم بيساويها بس لسه مو اخذه لا اف دي اي ولا اخذه اي ترخيص بشكل. يعني اذا شرحنا اكثر عن هي الاليه علميا، شو بتتضرر العين من خلال يمكن هن بيحقنوا مواد معينه او بيركبوا عدسه ثابته؟ تغيير لون العين في طريقتين، طريقه عن طريق الليزر، نحن مساوي بنحقن ماده ومساوي ليزر لون القزحيه، القزحيه فيها اصبغه، عن طريق الماده والليزر نحن بنروح الاصبغه منها وبتفتح العين، ما ممكن تغمق تفتح. اما اذا نحن بدنا نغير لون العين مثل ما بدنا، اسود بني ازرق، بتصير عن طريق زرع عدسه داخل العين فوق القزحيه ثابت. بس هذا ممكن كله يسبب يوفايتس، يعني التهاب بالعنبه، ممكن يسبب زرق، ارتفاع بضغط العين، ممكن يسبب مي بيضه، له اختلاطات كثيره يعني. طيب دكتور، ما انه عم نحكي نحن اليوم عن احدث شيء بعالم التجميل ان كان بلون العيون او حتى بغيره، اليوم بمجال طب العيون لوين فينا نقول نحن فعلا نوصل هذا الطب بسوريا تحديدا وبفتره هي 7 سنين الحرب؟ هل بتشوف انه فعلا نحن مشينا خطوه لقدام او لا بسبب الحرب رجعنا شوي لورا ونقصنا ممكن معدات ادوات؟ هلا الصراحه الطب بسوريا وخصوصا طب العيون، يعني انا برايي هو من احسن شيء في الدول العربيه كلها. يعني نحن بطب العيون كثير متطورين مقارنه بالشرق الاوسط كله من ناحيه المعدات ومن ناحيه الاطباء. صحيح الاخر 5 سنين ما كثير في معدات جديده، بس نحن عم نقدر عن طريق المعدات الموجوده عندنا نقدر نساوي كل العمليات الموجوده وبنتائج
يعني بيجوا عندنا مرضى من الخليج، مرضى من اوروبا، من امريكا، كلهم عم بيجي يسابي عمليات هون، وعم تكون النتائج فعلا يعني فعلا مثل برا واحسن. دكتور، يمكن كمان بالسنوات الأخيرة شدنا كثير من المؤتمرات الطبية يلي حاولت تعمل تقارب بين وجهات النظر العلمية بين برا وداخل سوريا. أكيد حضرتك كان لك مشاركات بأحد هالمؤتمرات، تطلعنا عن أهم ما توصل له العلم بمجال طب العيون بشكل عام. هلا بالآخر مؤتمر كان بيروت يعني من أسبوعين تقريبا، في كثير شغلات جديدة، بس بدها ماشين يعني بدها أجهزة جديدة. نحن هلا ما لنا قدرانين نجيب الأجهزة الجديدة اللي تقدر بسبب يعني الوضع الحالي، الوضع الاقتصادي والبلد، ما فينا نجيب هالمكانات الجديدة اللي بتساعدنا. بس نحن عنا الأجهزة اللي عنا فينا نساوي نفس العملية ونفس النتيجة، بس بيفرق الوقت وبيفرق شوي الدقة. يعني بدل ما نحن نعتمد على الخبرة الجراحية لنا، صارت المكنة أو الجهاز هي تساوي هذا الشيء. بس طول ما نحن أطباءنا نحن كثير يعني فينا نقول انه ماهرين جراحيا، فينا نعوض هذا الشيء. التطورات الجديده كلها موجوده حاليا بسوريا، ما في شيء نقول انه والله موجود برا مو موجود هون. بس الدراسات الجديده والشغلات اللي شفناها اكثر بتعتمد على الاجهزه، وان شاء الله هلا الفترات الجايه كل الاجهزه كلها بدنا نجيبها على سوريا. أكيد. ان شاء الله. اكيد. طيب دكتور، اليوم شو بتحب توجه نصائح لكل الناس اللي عم تسمعنا للعنايه بالعين، لحتى هن فعلا يداووا حالهم قبل ما يحتاجوا فعلا لزياره طبيب؟ يعني نحن ما بدنا نقول انه هي زياره طبيب ممنوعة، لا هي لازم ومفروض، ولكن خلينا نقول نوع من الوقايه الذاتيه ونصائح. هلا الوقايه الذاتيه مثل ما ذكرنا لازم دائما اعتناء بنظافه العين، ودائما تكون مثل ما قلنا الطقس اللي حوالين الغرفه اللي حوالينا كلها تكون نظيفه، تكون دائما نبعد عن كل شيء ممكن يسبب حساسيه العين. ما نرد على حي حدا قال لنا والله استعملوا هاي القطره او انا سويت هيك او انا سويت هيك. دائما اذا في اي مشكله نتوجه للطبيب، لا للصيدلي ولا لحدا ثاني، وهو بيعطينا العلاج المناسب. ايضا دكتور، بما انه حكينا اليوم عن الحساسيه بكل مختلف تصنيفاتها العلميه، نصيحه لكل حدا ممكن يعاني من الحساسيه اذا بتحب توجهها. نفس الحكي اللي حكينا، انه اي مشكله تحسسيه فينا نعالجها بالبيت ببدايتها عن طريق الابتعاد عن العامل المحسس، وإذا كانت تطورت وما قدرنا نسيطر عليها نحن لازم نتوجه للطبيب لنحط الأطرات المناسبة للعلاج. نعم. كمان دكتور، لكل الأطباء يلي بعدهم موجودين بالبلد ويمكن هن إيد بإيد يعني ما طلعوا وما خرجوا وأخذوا خبرتهم معهم وأخذوا يمكن حتى جميع هي الأجهزة، شو بتحب توجه لهم كلمة وللناس اللي عندها ثقة فعلا بالأطباء السوريين وبهي الخبرات؟ يعني الأطباء اللي ضلوا بالبلد الله يعطيهم العافية، لأنه تحملوا كل هالظروف واشتغلوا تحت كل هالظروف الصعبة هاي وصبروا، ولساتهم عم بيقدموا أحسن شيء، ويضلوا هون استفادوا أكثر من سافروا برا، لأنه طوروا خبرتهم وساعدوا أهلهم وشعبهم. أكيد. نحن بدنا نشكر وجودك معنا دكتور مجد عوض، اختصاصي بالعيون والجراحة، حتى شكرا لوجودك، وبنتمنى لك التوفيق. أكيد. شكرا كثير لك دكتور. أهلا.